اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي فتح حجز تذاكر مباراه الاهلي والهلال السوداني غدا عبر تطبيق، هيفتح بكره يعني الحجز عبر تطبيق تذكرتي بشرط توفير الفان اي دي. يبدا غدا الثلاثاء فتح باب الحجز الالكتروني لتذاكر مباراه الاهلي وفريق الهلال السوداني، واللي هتكون في الجوله الثانيه من مباريات دور المجموعات، من خلال موقع الحجز الالكتروني الخاص ببطاقه جمهور النادي الاهلي وموقع شركه تذكرتي. الاسعار تبلغ قيمه او القيمه الماديه لتذكره الدرجه الثالثه شمال 50 جنيه و75 للدرجه الثانيه و100 جنيه للدرجه الاولى شمال برضو و200 جنيه للمقصوره الجانبيه و300 جنيه للمقصوره الرئيسيه. وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود الفان اي دي الخاص بالمشجع الذي يتم استخراجه من موقع تذكرتي، وده شيء مهم جدا. وخلاص بقى يعني الناس اعتقد حفظت موضوع الفان اي دي وشركه تذكرتي والسيستم بيبقى ماشي ازاي وكلام من ده، مهم قوي قوي باذن الله التزام الجمهور كما هو المعتاد عشان ان شاء الله يبقى في حضور اكبر في المباريات المقبله، لان جمهور النادي الاهلي اكيد هو السند رقم واحد لفريقه دائما وابدا.